يقول لما ضرب هذا المثال، انتبه هذا كلام عظيم جدا، لما ضرب هذا المثال قال: وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والعمل الصالح. يعني مثل ما أنه يدفع قدر الجوع بالأكل، ويدفع قدر العطش بالشرب، وقدر البرد الشديد بالبحث عن ملابس الشتوية المناسبة، وهذا جيد وهذا أحسن وهذا أفضل وهذه المدفأة أحسن إلى آخره، كما أنه يسعى في هذه الأسباب، فكذلك ينبغي عليه أن يدفع العقوبة الأخروية. يدفع العقوبة الأخروية بماذا؟ بذل الأسباب، مثل ما هو الآن يدفع هذه الأشياء ببذل الأسباب، أيضا العقوبة الأخروية يدفعها ببذل الأسباب. ولهذا أحد المتقدمين قال عجبا، كلاما معناه، قال: عجبا لمن يتوقع بعض الأطعمة. الآن تجد كثير من الناس يعني يعمل لنفسه حمية من بعض الأطعمة وتسأل لماذا، يقول: لا أخشى أنها تسبب لي كذا أو تتعبني في كذا، أو حتى بعض من غير شكاية يتجنب بعض الأطعمة حمية وتوقيا، وربما أيضا يتوقع مثلا الإكثار من الطعام، يتوقع من أمور ويضبط أموره في هذا الباب حمية، يخشى من الأمراض، يخشى من تبعات إلى آخره. فأحد المتقدمين يقول: عجبا لمن يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها، كيف لا يتقي الذنوب خوف معرتها؟ الذنوب إذا تمادى فيها العبد أفضت به إلى النار، وهذه الأشياء التي هو حريص على اتقائها إذا لم يتقيها أفضت به إلى مضرة دنيوية، قد تكون قد لا تكون، لكن الذنوب إذا ما اتقاها العبد أفضت به إلى النار. ولهذا لما عرفت التقوى في اللغة ماذا قيل في معناها؟ أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. هذا يوضح التقوى لغة، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. عندما تخشى البرد تلبس، الجوع تأكل، العطش تشرب، حرارة الشمس تستظل، تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية تقيك، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. فكما أن الإنسان يتقي هذه الأشياء ويبذل أسباب في اتقائها، فكذلك عقوبة الله في الدار الآخرة لا بد من بذل الأسباب التي تتقى بها النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم، علموهم، ربوهم على طاعة الله والبعد عن معصيته، بهذا تكون الوقاية من النار، لا بد من بذل السبب. أما أن يتقاعس الإنسان ويتوانى ويفرط ويتكل على بعض الأشياء، ومن القيم سيأتي له كلام قريب نافع جدا في موجبات التفريط عند كثير من الناس، اتكال على بعض الأشياء، وذكر أمثلة مهمة ستأتي عنده رحمه الله تعالى. قال: فهذا، انتبه، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. هذا وزان القدر أو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فالقدر المخوف في الدنيا الجوع والعطش وإلى آخره، وباتفاق أن الناس يسعون في اتقاء ذلك، فكذلك القدر المخوف في الآخرة وهو النار وسخط الله لا بد من بذل الأسباب التي اتقى بها ذلك. قال: فرب الدارين واحد، الدنيا والآخرة، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا.